مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. في فيديو اليوم راح افرجيكم طقم السفرة، راح يجي بعد شوي وراح افرجيكم، راح تشوفوا معي يعني كيف السجادة اللي شريتها. لسه الديكورات تاعون غرفة السفرة ما قررت شو بدي اعمل بالضبط، بس بكل تأكيد بدي اغير النجفة ويعني اعمل شوية تغييرات بسيطة. والديكورات هلأ بس يجي يعني تنحط غرفة السفرة، رح يعني تبدأ تجيني الأفكار إنه كيف يعني أزبطها وأزينها. فلازم لازم الطيارات لازم. إذا بعدكم ما اشتركتوا في القناة بليز اشتركوا في قناتي واعطوني لايك وفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا ايمتى بنزل فيديوهات. صار لي بنزل هلأ كل يوم، والله شادة حيلي على الآخر، يعني المفروض تزقفوا لي على المجهود، بس إن شاء الله يعني بحاول قد ما أقدر كل ما أكون فاضية بحاول، وفي الليل بعد بعمل مونتاج، يعني إن شاء الله القناة تكبر بمساعدتكم. فرش السجادة تحت عشان حطها عليها، الحمد لله هي بالضبط الإشي اللي كنت يعني بدور عليه. بكرة راح تجيني طاولة السفرة، فبدي سجادة تحتها، أعجبتني هاي. يا صباح الخير، اليوم المفروض يوصل الطقم السفرة. امبارح مسحت المكان هذا كتير منيح وحطيت السجادة عشان هم يحطوا لي طاولة في النص بالضبط هيك. هاي السجادة اللي فرجيتكم اياها امبارح، معلش انا صاحية من النوم فصوتي هيك شوي. هاي السجادة اللي فرجيتكم اياها امبارح من والمارت، مقاسها 5 قدم في 7 قدم، فانا رح جبت 2. ما راح يبين اني واصلاهم في بعض لانه الطاولة راح تيجي في النص وبعدين الكراسي، فكان بدي اشي كبير، فهدول السجادات اللي بسموهم راجبو، اللي هم هاي الموضة الجديدة اللي طالعة، بتحطيهم في الغسالة بتنغسل لانه انا لو ملاحظين عندي اللي هو الكاربت هذا، ما عندي سجاد رجز، فالرجز هدول مهم عندي كتير انه بين كل فتره وفتره، اولا يكونوا خفاف، ما بدي اشي تقيل ودفش ما اقدر احركه ما اقدر انظف تحته، وبتعرفوا كيف السجاد بيلم غبره تحته، فهدول بتاخديهم وبتحطيهم في الغساله وبنمسح، بتكنس المكان تحتها وبنمسح. فأنا في انتظار العمال يجوا يركبوا لي، هو مركبة بس يجوا يحطوا الطاولة والكراسي وبفرجيكم إياهم إن شاء الله. هاي أنا سمعت كلامكم يا بنات، والدرج اللي كان هون عند التلفزيون قلتوا لي نقليه على الناحية الثانية من الكنبايات، نقلته عاد وغير ديكوراته عشان هيك يكون ألطف هون وأخف، وقلتوا لي حطي شجرة جنب التلفزيون وعملت هيك بالضبط، بس لسه ما خلصت الديكورات. وكمان واحدة من المتابعين هي من قرايبنا ميسون أو منال قالت لي أحط مكرمة على الحيطة، أنا ما كنت بعرف إيش هي المكرمة، فرحت على جوجل وشفت إيش المكرمة، فكتير أعجبتني الفكرة. شكرا شكرا ميسون أو منال، هم خوات على فكرة، بنات عمي، فشكرا كتير على الفكرة. جبت إشي شبيه بالمكرمة راح أعلقه إن شاء الله اليوم، راح أفرجيكم الفيديو. هذا أقرب إشي أقدر ألاقيه هون عنا في أمريكا، أقرب إشي للمكرمة. هي قصدها كان إنه أحط مكرمة فلسطينية من التراث بدوية هيك، فلقيت إشي شبيه فيه، شبيه كتير فيه، هو صنع في الهند عمل يدوي، فإن شاء الله راح أحطه وأفرجيكم هذا كله. وهي الورق والعفيسة تبعتي، هاي قاعدة بكتب أفكار لليوتيوب وبكتب، وجبت ديفايدر وهيك، فبنظم الورق تبع بنظم الأفكار تبعوني. فهذا كل إشي، إحنا في انتظار طقم السفرة.
وهون كمان في المطبخ، بس مش راح افرجيكم اياه كامل لانه بصراحه من تحت من هون معجوق، فبس افرجيكم الناحيه هديك. هيك جبت نافوره اللي فيها العصافير، هاي بفرجيكم اياها لما اشغلها، وشويه ديكورات هناك وافكار هيك حلوه. جابت طاوله السفره. بيعطوا الطاولة راح اجيب الكراسي. Thank you. Beautiful. This is a really cool set. I love this top. I think it's so and it cool. Matches the wood here. Oh, it does. On the die, awesome. Yeah. It matches exact. Wow. اخر كرسيين. Questions or anything? No, everything is perfect. I just have to take a quick picture. Sure. And we're all set. Uh-huh. الله ما أحلاها، مبسوطة أنا كتير 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 مبسوطة. شوفوا ما أحلاها، طلعوا الخشب بتاعها كيف، والكراسي شكلها من تحت حلوة. I love it. عاد بدي احط عليها هيك شغلة مزهرية او اشي حلوة. مع السجادة طلع منظرها بجنن، كتير حبيتها. حتى هاني مبسوطة بالطقم. Honey? Hey, baby. Hi, baby. You like it, Mama? شوفوا بالله ما أحلى لون السجادة كيف. حلو. I love it. مع النافورة والغراض اللي حطيتها. Everything is matching. عاد هلأ تجيني أفكار كيف أعمل ديكورات للمكان. جيراننا ما بعرف شو قاعدين بيعملوا.